عسلامة الناس الكل. عسلامة. اليوم مش نحكي لكم على كتاب نحبوه برشا. وبما انه عجبتنا فاست 5 ريزنز دونك حسيناها هكا نظمة اكثر فوالا دونك حبينا معناها نعملوا اون سيري دو فيديو في نفس التيم. الكتاب اللي باش نعطيوكم 5 ريزون علاش باش تقراوه اليوم هو Le vide de Patrick Sénécal. هو الحاجة معناها المزيانة فيه ولو ديفي وين يتجسد بالضبط اللي الكتاب كيما تنجم تقراه معناها كيف ما هو معناها تبدا شابتر 21 وتتبع لوتور كيفاش حكى الحكاية بلي شابتر داخلين بعضهم هكاكا يقول لك زادا اللي انت تنجم تقرا الكتاب لوردر كرونولوجيك نتاع لي شابتر معناها تمشي تحل شابتر 1 بعد تمشي تنقز لشابتر 2 شابتر 3 انسي دو سويت وهكايا باش تقرا حكاية معناها كاملة متكاملة دونك في كتاب عندك معناها اكسي ا دو ليكتور ديفيرون نفس الحكاية اما محكيه ديفيرامون والكاتب يقول لنا اللي هو يبريفير اللي احنا نقراوها بالاوردر اللي هو اقترحه على خاطر هكاك باش يولي فما هكا بلوس داكسيون كوتي مش اكسيون اما معناها فما فلاش باك فما انت تقعد تتسائل علاش هذا هكا علاش تو عمل هكا ومن بعد لي ريبونس ولي ريفيلاسيون يجيوك بلي فلاش باك معناها لا دوزيام ريزون لا دوزيام ريزون اللي هي les différentes thématiques اللي abordées في الكتاب. الكتاب فيه برشا مواضيع مطروحة وكل واحدة أهم من الأخرى معناها تلقى البوفوار اللي عند الميديا وكيفاش هو ما يستغلوه الكريتيك كيفاش معناها كيفاش نقولها الكريتيك للهومانيتي عرفتك اللي everything that is wrong in this world معناها حاطهولك في كتاب واحد ومن غير ما فمك الاحساس متاعك الانسان اللي تحسه يكدس في حاجات على بعضهم في كتاب متاع جست باش يحطهم يعني لي سوبتيليتي ولي نيوانس في الكتاب معناها سي C'est magnifique, mon équipe. L'autre thématique abordée, c'est comme le titre de le livre l'indique, il y a le vide. يعني باش ما نحاولش نحكي لكم الحكاية متاع الكتاب باش انتم ما تديكوفري لو ليفر كيف ما احنا معناها اكتشفناه تفيق اللي فما ان فيت كي نورانج احنا ناس الكل اللي هو كريي من برشا حاجات كو سوسوا معناها tout un système اللي هو il crée ce vide que ce soit les médias et surtout معناها par les médias على خاطر عندهم accès الاكثر نومبر نتاع عباد وعندهم ان pouvoir كيما قلت امل معناها كبير ياسر que ce soit احنا بيدنا on crée le vide من غير ما نشعروا معناها وقت اللي نعرفش طفي ان مونديان في الشارع اللي تولي معاش تراه تدخل انت بيدك معناها في لو سيستيم هذايا من غير ما تشعر وتكبر لو فيد عندك وتكبر لو فيد عند العبد وتكبر لو فيد هذايا في العالم انكونسيامون وكونسيامون ساعات معناها سورتو من عند لي غراند انتربريز اللي هو ينقدهم في الكتاب هذايا اي سورتو لي ميديا لا ثوازيام ريزون اللي باش نحكيو عليها هي لي بيرسوناج لي كاركتير اللي موجودين في الكتاب الكونستركسيون تاعهم والايفولوسيون تاعهم اللي هي ان بوين فور معناها في الكتاب اللي انت اول حاجه كيفاش باش تتبعهم طول لون تاع الحكايه وكيفاش باش تفهم الباك جراوند نتاعهم ولي زيكسبيريونس اللي عاشوهم واصلا لي زيكسبيريونس هما في حد ذاتهم معناها سي ان تروك دو مالاد معناها الشيء اللي حطوه في الكتاب وخاصه لو بيرسوناج نتاع ماكسيم الحاجات اللي عاشهم واللي باش تفسر لك علاش هو هكاك معناها حاجه انا الحقيقه ما عشتها هكاك قريت الكتاب هذا با كاتريام ريزون اللي هذايا كتاب اللي كي تقراه تتزعزع من الداخل معناها
وهذايا أنا في سويتي بالنسبة لي أنا وبالنسبة لأمل وبالنسبة لبرشا دي لكتور معناها نعرفهم اللي يحب كي يقرأ كتاب كي كملوا يولي يدخل بعضه معناها من الداخل معناها يبدأ يغلي ويبدأ معناها كتاب اللي يزعزع البرانسيب متاعك سورتو اللي يبدل حاجة فيك معناها من الداخل كيفاش نفسر لكم معناها علاش اللي مثلا انا واحدة من الناس جو سوي كونتر لا فيولونس نلقى روحي اللي انا مع انكت فيولون نحاول نقنع روحي بشتى الطرق معناها بعد نقول لي لا سول معناها ايسو كانت هذيك معناها ما تنجم تصير كان بالطريقه هذيك دونك برسمي معناها التو مقلقتني الحكايه هذيا التو عندي شهرين وامل عندها اكثر معناها والتو مقلقتنا الحكايه هذيا بخلاف اللي هو معناها في ديسان تري شوكونت تري شوكونت والافي هذيا معناها دو شوك لازم منه justement باش تتزعزع انت باش لي برينسيپ اللي سوبوزي معناها حاجات اللي سايه تفضوا معناها نتاع ان برينسيپ عرسه عندك من الداخل تتزعزع باللي سان شوكونت هذوما دي سان تري تري شوكونت ودي وخاصه عندك زيدك فما دي ديسكور ودي ديالوغ اللي انا بيرسونيلمون دخلوني في حيط كي قريتهم كيما قلت انت توا معناها حاجات اللي سوبوزي انت فضيتهم مع روحك و سي بون معناها هذاك ان برينسيپ عايش بيه وتلقى روحك اللي انت توي داكور مع لو كونترير اللي انت تخمم فيه وبقلب رب معناها مش كلي برسمي dernière raison la cinquième raison la cinquième raison اللي هذا باش نحاولوا نفسروها احنا زوج مع بعضنا بيه انا ودرا نحبوا برشا لا ليتيراتور دو جونغ وخاصه لي ثريلر و فما هكا une certaine معناها كيفاش نقولوا كونوتاسيون ولا حاجه ان بريجوجي فوالا معروفه على ليتيراتور دو جونغ اللي هي هكا سو سون دي ليكتور دو ديفيرتيسمون واللي باش تقرا ان ثريلر باش توسع بالك تقصر الوقت وتنتهي القصه مش باش يضيف لك حاجه معناها على ليميت باش تتفرهد بيه وكهو ديما يقولوا اللي هما هكا سو سون دي ليفر دو سوسبانس اللي يحكي لك هكا حكايه خفيفه معناها نتاع تسكر الكتاب منا تتنسى منا انكيت باش تلقى شكون اللي قتل وكهو معناها توفى غادي الحكايه اوغ ساعه هي حكايه غلطه راهو معناها برشا اما الكتاب هذا ايت ان كونتر اكزامبل تاع كونتر اكزامبل دونك لو فيد ايت ان كونتر اكزامبل الكلام اللي احنا قلناه تو بدليل اللي بعد الوقت هذا الكل اللي قريناه انا قريته عم ناول دره تو عندها شهرين ولا قديش واللي احنا مازلنا معناها داخلين بعضنا من الكتاب انا اللي حياتي الكل معناها I never had a favorite book وعمري ما كنت متصورة اللي بشي جي نهار ونقول this book is my favorite book معناها وهذه حاجة معناها توا نقولها على الفيد التوبكس اللي حكينا لكم عليهم التيماتيك اللي طرحوا في الكتاب معناها تلقى فيه لو ثريلر وتلقى فيه معناها لي بيرسوناج والانكيت ومعناها توسا والسسبانس والايفينمون والحاجات معناها برسمي ان ثريلر ميتيكولوزمون كونستروي تلقى فيه زادا دي بروبو فيلوزوفيك معناها اكزيستانسييل ميم تريز اكزيستانسييل تلقى فيه دي معناها دي لي كريتيك لي موديل سوسيو ايكونوميك في العالم تلقى فيه معناها يوصف لك لا سوسيتي بالتفاصيل اللي ساعات تغيب على ان سوسيولوج اذا كان انتم ما تحبوش الثريلر بالحق هذا ان ثريلر اللي باش يبدلكم نظرتكم معناها كان عندكم لو ميم بريجوجي على الثريلر اذا كان انتم ما تحبوا الثريلر ومازلتوا ما قريتوش لو فيد اقراوا لو فيد وقولوا لنا شنو رايكم وكهو شنو اخر كهو اقراوا لو فيد وكهو باي 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 باي.